أنا فاطمة الزرقية من زاوية تليوني جرنان جماعة غسيت. كنت في تليوني جرنان دوست فيها الطفولة ديالي. كنت في المدرسة قريت من ابتدائي حتى الشهادة. الإعاقة ديالي هي السبب لدخولي للمدرسة. ملي دوست المستوى الدراسي الابتدائي جيت الإعدادية في المنصور الذهبي ورزازات، تبعت الدراسة ديالي، توصلت السنة كيماني توفى الوالد، ما كانش الظروف قاسيه خلت الوالده وحدها، وفكرت بانني خصني نمشي نخدم على راسي وعلى الوالده ديالي. مشيت دوزت التكوين وحصلت على الشهاده كتابه على الاله الكتيبه. دورت قلبت على الخدمه في المؤسسات العموميه، حتى واحد ما جاوبنيش. وتلاقيت مع واحد المره مع واحد الراجل قال لي علاش ما تمشي واحد الجمعيه الاشخاص المعاقين، راه بداوها في 1994، راه كاين المقر ديالها فين. وخشيت ليا الطاكسي وقال لي سير راه غتلقاي واحد السيد باش يستقبل. جيت واستقبلوني في الجمعية، جيت للأفا واستقبلوني وقالوا لك اعطوني الفرصة باش نبدا نجي بينيفولمون تطوعا حتى السنة 1997. جات واحد المنظمة البلجيكية دارت لينا لي زاتولي ديال الصناعة التقليدية. دخلت كصناعة تقليدية في هاد لي زاتولي، هاد لاتولي ديال الصناعة متعددة التخصصات. كنا تنديرو النسيج، الصباع على الزجاج، الرافية واحد المادة، كنا تنديرو السكان والشابوت. وكانت درنا الصباع على الخشب ما كتبعش مزيان دغيا. ودابا نيت في بزاف لي زاكتيفيتي في هاد القسم هذا. حسنا السباوي، كنخدم في جمعيه افاق للاشخاص المعاقين. المهنه الخدمه ديالي في هذه الجمعيه هي كندير ايدوكاتريس سبيسياليزي، اللي هي مربيه متخصصه في مجال الاعاقه. بالنسبه للدراري اللي كنتعاملوا معهم، احنا اللي كنخدم معهم في هاد السيرفيس هذا، عندهم اعاقه ذهنيه واعاقه جسديه. العمر ديالهم من ما بين 50 و 18 عام. الهدف من هاد السيرفيس هذا قبل هو كيتعتبر مكمل للسيرفيس ديال لابسيكوموتريسيتي والسيرفيس ديال الكيني. الهدف ديال هاد السيرفيس ديالنا هو اننا كنحاولوا نخدموا مع الدري على لاكسيبتاسيون دون ديكاب، كيفاش يقبل الاعاقه ديالو. حيت الا قبل الاعاقه ديالو يقدر يتعامل مع بزاف ديال الحوايج، يغير الراي ديالو، الرؤيه ديالو للمجتمع، يقدر يتعامل مع بزاف ديال المسائل اللي قبل تقدر تجي صعيبه. بالنسبه للاعاقات اللي كنستقبل في هذا السيرفيس، الاعاقات كاملين الا لي زوتيس اللي هما توحدين ما كنقبلوهمش حيت ما خديناش تكوين عليهم. اون بليس كو سا بالنسبه لي زوتيس خصهم فضاء بوحديتهم، ما يكونش فيه لي زوبجي، وهذا حيت شويه ديال الخدمه معاهم. ولي زاكتيفيتي اللي كنديرو مع الدراري، كنديرو لي ماريونيت، كنديرو التياتر، كنديرو دي بيكنيك، كوباج، كنخرجوا برا ورزازات لا كوني فاكونس اللي هي مخيمات صيفيه، كنمشيو مع جمعيات اللي كتضم اطفال عاديين اللي كنحاولوا ندمجوا معاهم هاد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. الهدف اللي هو الدري يتانتغرا مع الدراري، يقدر ولاد حومته ما عندوش مشكل، ما يكونش عندنا داك المشكل ديال يشوفوا فيه شوفه ناقصه. طمال الاكتيفيتي كنديروا معاهم، والحمد لله كيف ما كتعرفوا كيعرفوا الناس الجميع ان الجمعيه عشتينها مهدويه كاينه، عطات نتيجه اللي هي ايجابيه جدا وتبشر بالخير، ونتمنوا الاستمرار ان شاء الله الرحمن الرحيم. ملي بدات لا كرياسيون ديال الجمعيه لدابا عندنا منخرطين كثار، والدراري اللي كيجيو عندنا هنايا كيجيو بحاله شويه مكرفسين، وهذا وبفضل المجهودات ديالنا وديال بزاف ديال الناس كيعطيو نتيجه اللي هي ايجابيه. تيقدر الدري كيتاميليورا، ماشي كيقدر يتاميليورا، كيتاميليورا كيمشي المبتغى ديالو. قدرنا اننا نانتيغريو دراري اللي هما مداو الاحتياجات الخاصه، عندهم اعاقه ذهنيه في اقسام اللي هي عاديه. بنجود خديجه، كنعمل هنايا مروضه، كنستقبل الاطفال اللي عندهم من الشهور الاولى حتى ل 15 عام. هنا كنستقبلوا الوليدات اللي عندهم اعاقه ذهنيه، نقص في المشي، تلوث الصبغي، اللي عندهم بليكسيوس، كلهم كنديرلهم الترويض هنا. كنستقبلهم هما والامهات ديالهم اللي كتجيبهم لنا المساعده الاجتماعيه، كندخلهم لهذا القسم هذا، وكنوريو الام كيفاش تبقى تتعامل مع ولدها هنايا، من الحركات، من كيفاش يقبط راسو، كيفاش يجلس، كيفاش يقبو، كيفاش يتمشى.
كنبداو معاهم هنايا كنوريهم الدات ديالهم وكنقابلهم مع هاد المرآة اللي كاينه هنايا. يسهل الحياة خلاص دونك كاين خبر بأنه جمعية أفق كتفتح الفرصة للجميع أنواع الإعاقات اللي ضمنها السم البكري. يعني جاو هو وواحد صديق ديالو قبلوهم في المعهد المدمجة وبالتالي خدمنا معاهم بيتي تابيتي راه شدو تقريبا شدو الحرفة مزيان لو كاين جو بحالهم بحال الناس العاديين خاصة أنه الإعاقة ديالو تخول ليها يمارس أي نشاط فني أو لا صناعة تقليدية بسهولة بحكم الإعاقة الجسدية ما كانش منها دونك سهلنا المسألة سهلت الجمهورية باش نعطيو يعني الحرفة أو المهارات الفنية بسهولة وبسرعة كبيرة ماشي بحالو بحال الاخرين اللي عندهم اعاقه جسديه اللي لا بد خصك دير ليه تكييف الاليات الادوات في الزمن وفي المكان دونك هو تكوين وتاطير فردي بالنسبه اللي عندهم اعاقه جسديه ماشي بحال اللي هو عادي عنده جسم عادي ما عنده حتى شي اعاقه. عشرين عملية خدمة أخرى قلوا الخدمة زوار غدار تزرباج صافا اللي غور تاع غدار تزرباج كخدمة الفخار الفخار اللي ولدات خدامو في القصبة كرا سنغاس مزيان كرا ماشي بزاف غيك الحمد لله سنغاس داري عقا غداري من إينوفوس واش كيف تخدمو غدري كداك الحمد لله كلها في تخدم سكار القصبة تاع سكار تين الراية سكار غير العمال كلشي غير كاتلي تخدم الحمد لله. كادير غدير السمازير المعوقين وفي غن كران المعوق اشكو زري الحاله دا في اللي زرين غلول وفي غن كران المعوق يذكري تعقدا وقدما غنسري غدا سيني غدياش غدياش كتي توفاس الجمعيه شكون الجمعيه ترقي سرتا الجمعيه اللي نقيس المعوقين دي صغار غزون ني متى ما زرتي الا غير حدود تيري تعقد غدما غنسري